دعاء قاله قبل بداية السنة. أنت اللي جاي تسمعني أقرأ ما أخذ من وقتك 5 دقائق بس، اسمع الإمام شو يقول من أجر بي. الإمام يقول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، اللهم صل على محمد وآل محمد، ويجعل في بدنه العافية، يجعل في بدنه الصحة والعافية إلى السنة القادمة، وبعد ويضمن رزقه، يضمن رزقه إلى السنة القادمة، وكتب له شهادة الإخلاص، اللهم صل على محمد. كل هذا الأجر لمن؟ اللي شنو؟ اللي يقرأ هذا الدعاء. شنو هذا الدعاء؟ الرحيم، لبيك يا ربنا لبيك وسعديك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيت محمد، وعلى ذرية محمد، اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، اللهم اجعل النور في بصري، البصيرة في ديني، واليقين في قلبي، إنك على كل شيء قدير. وبعدها بعد ما تخلص من الدعاء تصلي على محمد وآل محمد 100 مرة، واضح؟ وبعدها تسجد وتستغفر، سجود واستغفار، استغفر الله استغفر، سبح بإيدك قدر المستطاع 50 100. الإمام الصادق يقول من قال هذا الدعاء وهذه الأعمال وجبت له كل هذه الأمور، اللهم صل على محمد.